ومعانا فيل حتى آخر العمر. بيرفض والد منى فكرة زواجها من الشاب أحمد ويرغمها على الزواج من محمود الذي يكتشف فيما بعد حبها القديم لأحمد، ويقرر طلاقها إلى أن إصابته في الحرب بالشلل بتدفع منى لعدم التخلي عنه، خاصة بعد عودة أحد الزملاء من الخارج وقد شفي من إصابة شبيهة بإصابة محمود. فيلم حتى آخر العمر كان بطولة وتمثيل نجوى إبراهيم بنت العميد طيار متقاعد عبد الرؤوف كامل اللي هو عماد حمدي ومها فتحية اللي هي فتحية شهيد. أحمد عبد الحميد اللي هو محمود عبد العزيز نقيب طيار مقاتل وتلميذ العميد، وبيحب بنته منى وبيتمنى العميد إنهم يتجوزوا، ولكن منى بتحب بطل الفروسية محمود اللي هو عمر ناجي. بهية اللي هي حياة أنديل فنانة تشكيلية من مهجري الإسماعيلية بتحلم بيوم العودة والثأر من هزيمة 67، وبتكره كل اللاهين عن المعركة من الشباب ومنهم محمود. مشيرة اللي هي مشيرة إسماعيل إحدى اللاهيات وتنافس منى على حب محمود. صدمت منى في محمود الذي كانت تعتقد أنه سوف يخطبها، ولكن أخبرها بهجرته إلى الخارج، ولذلك وافقت منى على زواجها من أحمد وعاشت معاه أيام سعيدة لم يقطعها سوى استدعائه للجبهة لاشتراكه في حرب الاستنزاف بقيادة مروحية مقاتلة. عانت منى من الفراق وبعد أحمد عنها. رجع محمود من الخارج وفي النادي قابل منى، حاول أن يعيد علاقته بها ولكنها صدته، وجاء أحمد إلى النادي في أجازة فأخبرته مشيرة الحاقدة على منى أن زوجته في لقاء مع محمود، فثار على زوجته غاضبا وظن أنها تحاول أن تعيد علاقتها بمحمود، وأراد أن يضع حدا لهذا الموضوع وفكر في الانفصال، ولكن استدعائه للجبهة جعله يؤجل الحساب لحين العودة. قامت حرب 73 وكان له دور بطولي في المعركة، ودعا العميد عبد الرؤوف الجميع للمشاركة في المعركة، فتطوعت مشيرة ومنى وبهية في الهلال الأحمر للعناية
بمصاب المعركة من جنودنا. سقطت مروحية أحمد وأصيب بشلل في ساقيه، وعلى كرسي متحرك عاد إلى منزله وأراد أن ينفصل عن منى، ولكنها تمسكت به وقرر أن يمهلها بعض الوقت حتى لا يقول أنها تركته عندما أصيب. حاول محمود مرة أخرى أن يستميل منى ولكنها طردته، وشعر أحمد أنه ظالم منى ببقائها بجواره، خصوصا بعد إحساسه بعجزه لشلله، فطلب منها الانفصال حتى تستمتع بشبابها، ولكنها رفضت. واقترح العميد عبد الرؤوف أن يقضوا بعض الوقت في الشاليه بالساحل الشمالي وحدهم حتى يغيروا جو. وهناك زاروا صديق الطفولة الموسيقار محي إبراهيم اللي هو عمر خرشد عازف الجيتار، فأحيا الأمل عند أحمد ورفع من معنوياته وأمسك به ليقضي بعض الوقت معهم في الشاليه، ولكن صديقه خان الصداقة وحاول الاعتداء على منى ولكنها قاومته وسارعت إلى أحمد تستنجد به، وتدامن ذلك مع عودة زميله مدحت المصاب مثله سائرا على قدميه بعد أن أجرى جراحة ناجحة في الخارج، فتجدد الأمل لديه واحتضن زوجته منى قائلا معا حتى آخر العمر. فيلم حتى آخر العمر كان إنتاج عام 1975 للمخرج أشرف فهمي. فيلم حتى آخر العمر.